السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم بداية جديدة مع دكتورة ريحاب الشناوي. كل المهتم بالصيام المتقطع ومش عارف يبدأ ازاي، حلقة النهاردة هتفيدك جدا. هتعرف مميزات الصيام المتقطع، تاكل ايه وايه المشروبات المسموح بيها وايه اللي ما ينفعش ان انت تدخله، مميزات الصيام المتقطع ايه وتعمله كام ساعة وانواعه ايه. كل تفاصيل الصيام المتقطع هنعرفها في حلقة النهاردة، ولكن بعد الفاصل. اهلا بيكم. خلونا نفهم الاول نقطه عن الصيام المتقطع، لان هي مغلوطه عند معظم الناس. انا ماشي صيام متقطع وباكل اللي انا عايزه. يعني ايه؟ يعني انا بصوم 16 ساعه و 18 ساعه، وفي الفتره اللي انا باكل فيها بقى باكل كل حاجه انا عايزها. لا، ده مش صح، لان الصيام المتقطع هو مش نظام رجيم او دايت. فبالتالي انا جوه الصيام المتقطع انا بمشي على الدايت اللي انا عايزه، سواء لو كارب او كيتو او ايا كان النظام اللي انت بتمشيه. النظام الصيام المتقطع الفكرة بتاعته بمنتهى البساطة ان هو بيخلي جسمك يرتاح شوية، مش 24 ساعة وعمال بيهضم في اكل، او 24 ساعة انت عمال بتاكل. لا، بيخليك تقسم اكلك في عدد ساعات معينة وباقي الساعات انت بتصومها، وده بيديه فرصة لجسمك ان هو يعمل وظائف تانية اهم من هو عمال بيهضم في الاكل وخلاص. طيب ايه بقى مميزات الصيام المتقطع؟ اول حاجة هو بيزود هرمون النمو. هرمون النمو اللي احنا اتكلمنا عليه كتير قوي ومهم جدا ان احنا ننام بالليل عشان خاطر هرمون النمو. هرمون النمو المسؤول عن الكتلة العضلية بتاعتك، وكمان لما هرمون النمو بيزيد قصاده الناحية التانية اللي بيقل هرمون الانسولين. فهرمون الانسولين لما يقل وهرمون النمو يزيد كده، انت بتحافظ على الكتلة العضلية بتاعتك، وكمان بيبقى حرقك بيكون احسن لان الانسولين بيكون قليل، انت ما بتستخدمهوش كتير في الصيام المتقطع. كمان بيزود المناعة، فمناعتك دايما بتكون كويسة، وده مهم جدا عشان صحتك تكون كويسة. كمان الصيام المتقطع مهم قوي ان انت عشان تحافظ على خلاياك، بيزود حاجة اسمها الستيم سيل، وكمان بنسميه انتي ايدج، مضاد للعجز، لان انت بتريح جهازك الهضمي مش كل الوقت عمال بتاكل. ففي وقت كبير قوي انت صايم فيه جسمك بيقدر بقى يروح يشوف خلايا ميته يبدا يجددها، الخلايا اللي قدر الله ممكن تبقى خلايا سرطانيه يبدا ياكلها، يجدد خلايا الجسم، فبيدي فرصه ان جسمك يتجدد. ده مهم قوي عشان البشره وعشان صحتك وعشان الهرمونات تتظبط. والناس اللي عندها مشكله في البوليسيستيك اوفيريان سيندروم اللي هو تكيس المبايض، او عندها مشكله في حب شباب، او هو عايز ينزل في الوزن او عايز يحافظ على صحته، مهم جدا ان انت ما تاكلش طول اليوم وتاكل في وقت معين. عشان كده الصيام المتقطع دايما نقول، يعني حتى الصيام بتاعنا الصيام المسلمين صوموا تصحوا، ان فتره الصيام انت في عمليات كتيره قوي بتحصل في جسمك، فبالتالي بنحافظ على شبابك. ده مميزات الصيام المتقطع. طيب الصيام المتقطع بيناسب مين؟ يعني مين الناس اللي لازم تخش صيام متقطع او يفرق معاه؟ طبعا رقم واحد الناس اللي عايزه تخفف على صحتها وعلى شبابها وعلى خلاياها من وقت للتاني. لو هي عامله صيام متقطع ايفن حتى لو هي مش عايزه تخس، في يوم مثلا في الاسبوع يومين ثلاثه نصوم 12 ساعه 14 ساعه 16 ساعه ايا كان، وهنعرف ليه كمان شويه عدد ساعات الصيام، هيفرق جدا معاكي في صحتك وفي شبابك وفي شعرك وفي بشرتك وفي خلاياكي، هيفرق معاكي قوي. الناس بقى اللي هو مريض الفاتي ليفر، اللي هو مريض الكبد الدهني، لازم يبقى يخش في صيام متقطع عشان يفرق معاه كتير. الناس اللي هي عندها تكيس مبايض، لو انت عندك تكيس مبايض الصيام المتقطع بيساعدك بشكل كبير جدا على حل المشكله. مريض السكر من النوع الاول او مريض السكر من النوع الثاني، مهم جدا ان انت تحل مشكله مقاومه الانسولين من خلال الصيام المتقطع، لان هو بيقلل هرمون الانسولين وبيعلي هرمون النمو. فمهم قوي للناس اللي هم مرضى السكر سواء من النوع الاول او النوع الثاني، لو مش الصيام المتقطع بيفرق جدا في نظامه الغذائي او في حياته بشكل عام. يبقى دي الناس اللي يناسبها الصيام المتقطع. طبعا الناس اللي عايزه تخس او الناس اللي هي عايزه تنزل في الوزن، الصيام المتقطع طبعا بيساعدها ان هو بيعلي معدل الحرق. طيب خلونا نفهم بقى الصيام المتقطع ونعرف هو كام ساعه وليه بيقولوا مينيمم 16 ساعه وممكن نصوم 16 و 18. مبدئيا كده لو انت عشان نبقى احنا فاهمين، انت بتاكل خلال 8 ساعات، حلو؟ فانا اكلت مثلا من الساعه 9 الصبح او الساعه 10 واخري مثلا وجبه كانت الساعه 5. طيب ايه اللي بيحصل؟ انا خلاص وقفت اكل ومش هاكل. ليه بنقول الاول ان انت المفروض تصوم من 12 ل 16؟ ومبدئيا في اول 8 ساعات انا وقفت اكل الساعه 5، اول 8 ساعات بعد ما انت وقفت اكل ايه اللي بيحصل؟ انا جسمي عشان يحتاج مصدر الطاقه هيبدا يروح للاكل اللي انا لسه واكله، فعشان ياخد المصدر الطاقه بتاعه. طب تمام، حلو قوي. بعد ال 8 ساعات ما يخلصوا هياخد مصدر طاقته منين؟ هيبدا يروح على العضلات ويروح على الكبد، صح؟ ياخد
مصدر الطاقة بتاعه. طب حلو قوي، يبقى كده 8 ساعات و4 ساعات 12 ساعة، خلص المخزون اللي موجود في الكبد وفي العضلات، وكمان الأكل أنا أخدته خدت منه مصدر ده، كده 12 ساعة. بعد ال 12 ساعة بقى جسمك كده بيبدأ يحرق من دهون جسمك، وهو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نحرق من دهون الجسم. فعشان كده بقول مينيمم 12 ساعة، يعني ينفع صيام متقطع من أول 12، مش لازم 16 و18 و20. يعني أنا في حالات بتتابع معايا هي شايفة إن هي 18 ساعة كده فأنا عاملة اللي عليا، سبحان الله، ويحصل بلاتو، ولما تيجي تنزل ل 12 ساعة صيام جسمها يبدأ يحرق أكتر، لأن جسمك برضو ذكي. يعني ما ينفعش إن أنا ماشية على 16 ساعة بس أو 18 ساعة بس، طب ما خلاص، ما هو حفظ، هو حافظ، فلازم تكسر الروتين ده. فلما اصوم 12 ساعه، اصوم 14، اصوم 16، بيبقى حلو ان جسمك ما يحفظش انت بتعمل ايه. مهم قوي القصه دي، هنتكلم فيها في حلقات بعد كده، مش في حلقه النهارده. يبقى مينيمم 12 ساعه صيام. طيب ممكن اصوم 14، ممكن اصوم 16. طبعا كل ما بزود ساعه كل ما بتخلي جسمك يحرق من دون جسمك اكتر. يعني لو انا صمت 16 ساعه، طبعا ده افضل حاجه انا دايما ريكومندد ليها، اللي هو 16 8، لان هو ليه انواع كتير، بنقول 16 8 وفي اللي هو ان انت تصوم 14 10 وان انت تصوم 12 وتاكل في 12، دي كلها انواع للصيام المتقطع. 16 8 بيكون كويس قوي، ولكن من 12 ساعه كده انت جوه الصيام المتقطع، وفهمنا ليه مينيمم 12 ساعه. طيب احنا خلاص عرفنا مميزاته وعرفنا كمان ليه عدد ساعات الصيام، عايزين بقى نبدا نطبق الصيام المتقطع. هنعمله ازاي؟ زي ما احنا قلنا، احنا خلاص صمنا 12 ساعه او 14 او 16، الفتره اللي انت صايم فيها دي ما ينفعش تاكل فيها اي حاجه، طبعا هي داخل فيها ساعات النوم. طب الساعات اللي انت صاحي فيها، انت حسبت نفسك خلاص انا صايم 12 او 14 او 16 زي ما انت مشيت، ما ينفعش وانت صايم ان انت تدخل اي اكل خالص، ممنوع تماما تدخل اي اكل، احنا مش عايزين نعلي هرمون الانسولين. طيب ينفع اشرب مشروبات غازيه؟ لا ما ينفعش. ينفع اخد سكر؟ ما ينفعش. ينفع اخد لبن؟ ما ينفعش. اي حاجه ممكن تحفز هرمون الانسولين ما ينفعش تاخدها في فتره الصيام خالص. فانت مش مسموح لا غير ان انت تشرب المشروبات السخنه اللي بتعلي الحرق، او اي مشروبات سخنه، يعني زي مثلا القرفه، تاخد الجنزبيل، الشاي الاخضر، عايز تاخد خل تفاح مع كوبايه ميه، عايز تاخد كوبايه ليمون. لكن سكر ستيفيا حتى، او سكر، يعني احنا بنقول سكر ستيفيا حلو جدا، ولكن برضو مع بعض الناس بنلاقي ان هو بيحفز هرمون الانسولين، واحنا عايزين فتره الصيام ما نحفزوش خالص. فبالتالي وانت صايم ما ينفعش ان انت تاكل اي حاجه من دي، اللبن ما ينفعش ان انت تاخده وانت صايم. طب وانا فاطر بقى اكل ايه؟ ده مهم قوي بقى، لان برضو عشان ناخد نتيجه كويسه لازم ان احنا نمشي على نظام صح. الصيام المتقطع مهم برضو ان انت ما تدخلش لجسمك اكتر من السعرات بتاعتك عشان تخس، فطبيعي جدا انت بتبقى عارف انت هتبقى محتاج سعراتك قد ايه، وتبدا توزعها على مدار يومك من خلال وجبتين. اول وجبه مثلا هتبقى وجبه الفطار بتاعتك، ما ينفعش يبقى فيها زيوت مهدرجه اصلا، يعني الصيام المتقطع ما ينفعش تدخل اي زيوت مهدرجه، الزيوت بقى النباتيه اللي بتتحط على النار، ومش عارفه المقليات والحاجات اللي احنا بنشتريها من بره، او الحاجات اللي فعلا محفوظه، كل الكلام ده بيعلي هرمون الانسولين. انا عايزه اقول لكم ان وجبه فيها زيوت مهدرجه جسمك عشان يتخلص منها بيقعد 56 يوم عشان يتخلص من وجبه زي دي. برضو غلطه قصه اليوم الفري، او ان انا اكل يوم ابوظ الدنيا وسكر، ده طبعا كارثه، بيوقف الحرق 3 ايام، هرمون الانسولين بيبقى عالي. يعني مش عايزه اقول لكم مجرد بس ما انت تدخل حاجه زي يوم الفري. طيب احنا خلاص فطرنا، هنفطر ايه بقى في الفطار؟ الفطار مهم قوي، يبقى فيه 3 حاجات، العناصر الغذائيه بتاعتنا، الكرب والبروتين والفات اللي هو الدهون. طيب انا بالنسبه لي الكرب مهم جدا ان انت تركز فيه على الخضروات، الفلفل الرومي يا جماعه مهم جدا عشان الفيتامينز والمينرالز اللي فيه، الاصفر والاخضر والاحمر يكونوا موجودين معانا، القته، الخيار، البروكلي، البقدونس، كل الخضروات تكون موجوده معاك. بالنسبه لك برضو لو انت في الصيام المتقطع مهم قوي ان انت تركز على البروتين عشان الكتلة العضلية بتاعتك، ايا كان بقى، بيض، الجبن، زبادي كامل الدسم، ممكن يبقى زبادي على مكسرات، ممكن نعمل جبنة قريش بزيت زيتون، ممكن نعمل بيض اومليت، بيض بالجبن، بيض بالخضروات، امثلة كتيرة قوي لوجبات الفطار ممكن ان احنا نبدأ ندخلها عشان تفرق معاك. طيب الدهون بقى دي مهمة جدا في وجبة الفطار، ما ينفعش ان انت تنساها، لازم تدخل لجسمك دهون صحية، يا اما من خلال سمنة بلدي، معلقة سمنة بلدي مع البيض، او من خلال زيت
زيتون مع الجبنة القريش، أو يعني الزبدة حلو جدا مع فنجان القهوة بتاعك الصبح. يا سلام بقى كوكونات أويل وزيت جوز الهند مع فنجان القهوة، بيعلي التركيز ومصدر دهون صحي ويفرق معاك في يومك، وتحس إن أنت دخلت ليومك حاجات كتير من خلال الخضروات وبروتين والدهون، وفي نفس الوقت أنت شبعان وهتقعد فترة طويلة على ما تجوع تاني، وكلها حاجات صحية تفيد جسمك وصحتك. كده احنا اتكلمنا عن الفطار. طيب السناك بتاعك، السناك بتاعك معاك ثمرة فاكهة او ثمرتين ماكسيموم، لان طبعا الفركتوز الكبد هو اللي بيروح يحوله للجلوكوز، لان الجسم ما بيفهمش الفركتوز ولازم يتحول للجلوكوز، هو الجسم بيخزنه في الخلايا الجلوكوز، فبالتالي الزيادة عن الفركتوز بيروح يتخزن لدهون ثلاثية اللي هي الترايجلسرايد في الاخر. فمهم جدا ان احنا ما نزودش الفاكهة عن ثمرتين فاكهة، او معاك طبعا المكسرات اوبشن حلو جدا، عشان طبعا الفيتامينز والمينرالز الموجودة فيها، وكمان مضادات اكسدة قوية جدا والزنك. كمان مهم قوي الالياف، الفايبرز كتير جدا مننا بيقع منها، يعني شيا سيدز او السمسم اللي هو بذور الشيا او بذور الكتان، عايزه اقول لكم ان هي مفيده جدا وفيها كالسيوم وفيها مينرالز وفيها فيتامينز كتيره قوي، مفيده جدا لينا. طيب وجبه الغداء بقى، وجبه الغداء اللي هي الوجبه الرئيسيه بتاعتك، مهمه قوي ان انت تركز فيها اول بدايه، يعني السيكونس نفسه، يعني ريسنتلي كل الاستادي اتكلمت على الكلام ده، ان السيكونس نفسه الاكل بيفرق كتير معانا قوي في النتيجه في الاخر. لان لو انا بادئ ان انا اكل بالكارب اللي هو طبق رز او طبقين رز، فبالتالي ما بنزلش، يعني انا كده ما وصلتش للريزلت. لا، انا لو انا بدات بطبق سلطه كبير في كل الخضروات وكتر في الالوان وليمون فيتامين سي وخل تفاح يعلي الحرق، او ان انا احط زيت الزعتر او زيت حبه البركة عشان المناعه، فبالتالي انا بدات طبق صحي جدا. مهم جدا عشان البوتاسيوم، عشان احنا بنحتاج يوميا 4 جرام بوتاسيوم، ما بنعرفش ناخده غير من الخضروات، فبنكتر خضروات او نبدا بفايبرز، بيدي احساس بالشبع والستايتي بتحصل بسرعه. البروتين بقى مهم جدا، بعد طبق السلطه ده ندخل بقى البروتين اللي احنا عايزينه، مشويات، يعني استبدل مقليات بالمشويات. طبعا بقى بروتين سواء فراخ او سمك او لحوم زي ما انت عايز، هتيجي توصل للكرب في الاخر هندخل كرب مفيش مشكله، ولكن مش هيبقى كميه كبيره، ويفضل يكون الرز البسمتي، لان طبعا الرز اللي هو البني بيبقى فيه فايتك اسيد، فبيبدا يمسك في المعادن فبيقلل امتصاصه زي ما احنا قلنا قبل كده. فالرز البسمتي بيبقى حلو، ولكن مش هتعرف تستهلكه بكميه كبيره لو انت عملت السيكونس اللي احنا قلنا عليه ده. اخيرا بقى عايزين نتكلم على نقطه مهمه قوي، ان الميزان ما تخليهوش المقياس بتاعك، لان ساعتها الصيام المتقطع بيحافظ على الكتله العضليه، فانت بتنزل دهون فقط لا غير، وهو ده اللي احنا عايزينه. بص دايما على مقاسات هدومك بتنزل ولا لا، وهو ده مقياس نجاحك مع الصيام المتقطع. يا رب تكون حلقه مفيده، ودمتم دايما اصحاء، ودايما نشوفكم بخير. وكل اللي بيسأل عن الصيام المتقطع كده، انا جاوبتكم على كل حاجه تخص الصيام المتقطع، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، واستنوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.